انا بقول لكم المشكله الكبيره اللي كانت موجوده في الزمالك من الناحيه الفنيه هي نص الملعب، صح؟ كنا اتفقنا على الكلام ده، نص ملعب الزمالك كان فيه مشاكل كبيره جدا. دلوقتي الزمالك اصبح عنده نص ملعب قوي، وفي تنوع في اللعيبه، وفي تنوع في الاختيارات المدرب على حسب كل مباراه، على حسب المنافس، وعلى حسب الحدث والتوقيت وحاجات كتيره جدا. واقول لكم بقى انا الاخبار اللي جايه لي من الـ من الـ من التدريبات ومن المباريات الوديه، ان اكبر مكسب لغايه دلوقتي بالنسبه للزمالك، المكاسب الحقيقيه اللي المدرب لمسها، شحاته ان شاء الله باذن الله هيكون ليه مستقبل كبير جدا مع الزمالك ومنتخب مصر في مركز 6 وفي مركز 8، عبد الله السعيد طبعا، واحمد حمدي. دول الثلاثه اللعيبه اللي المدرب لغايه دلوقتي حط ايديه عليهم ان دول الثلاثه اللي ممكن يصنعوا الفارق في وسط الملعب. احمد حمدي طبعا حصل له سيت باك كده باصابه في العضله الضمه، ولكن دول الثلاثه، وناصر ماهر بيتمرن كويس قوي. الناس التانية كلها محتاجين لسه وقت. انا بقول لكم مين اللعيبه اللي انتوا هتشوفوهم قريب في تشكيل الزمالك الماتشات اللي جايه بيلعبوا. تاني بقول لكم الاخبار اللي جايه لي من اكتر من مصدر في الفرقه وحوالين الفرقه ومن الناس اللي موجوده، ان الاربعه لعيبه يعني الثلاثه الاولانيين اللي هيبقى ليهم تاثير دلوقتي، دلوقتي الجمهور هيشوفهم دلوقتي لابسين فانيلة الزمالك وبيلعبوا وليهم تاثير، عبد الله السعيد طبعا، احمد حمدي، وشحاته، وبعد كده ناصر ماهر بيتمرن كويس جدا داخل معاهم. كل الناس التانية لسه محتاجين وقت، مش هتشوفوهم دلوقتي، هياخدوا وقتهم في المشاركة. ولازم اللعيبة دي اول حاجة يبقى عندها صبر، ما تبقاش مستعجلة، وتفهم ان الزمالك غير. نمرة اتنين، لازم الجمهور يكون عنده صبر على الجميع، على المدرب وكل العناصر الجديدة، لان الدخول في فرقه جديده وفرقه كبيره وضغوط ممكن الناس مش متعوده عليها، ده بياخد وقت. اللي بيسهل الامور ده شخصيه اللعيب، عقليه اللعيب، والدعم. طالما ان انت واثق ان اللعيب ده كويس، واللعيب ده راجل، واللعيب ده بيموت نفسه في الملعب في التدريب قبل الايه، قبل المباريات طبعا.